تنفيذا للتوجيهات الساميه للملك محمد السادس نصره الله اثر هذا الزلزال اللي عرف بلادنا، وتنفيذا للبرنامج الاستعجالي اللي انطلق في هذا الاطار. يعني اليوم الوكاله الوطنيه كتعطي انطلاقه نتاع واحد العمليه توزيع الافرنه المحسنه لصالح الساكنه. هذه العمليه غتهم اكثر من 5000 عائله، وكتهم كذلك 131 دوار وعلى يعني عده جماعات، واحد 38 جماعه. كذلك كاين هذه العمليه كتهتم بتوزيع الحطب التدفئه. حنا كنعرفوا هذه المنطقه هي منطقه عندها واحد يعني ميزه بواحد البروده، وبالتالي هذه العمليه غادي تعاون الساكنه باش ندوزوا هذه المرحله هذه اللي هي مرحله صعبه للجميع. كذلك في اطار هذه الزياره وقفنا على البرنامج اللي غادي يمكننا باش نقوموا بتاهيل المجال بهذا المجالات الجبليه بصفه عامه. وهذا البرنامج هو برنامج كيمتد من سنه 2024-2028 وبميزانيه تصل الى 2.7 مليار درهم، وغيهم يعني تاهيل المجال الغابوي، كيهم كذلك يعني تهيئة الأحواض المائية بمستجمعات المياه، كذلك كيهم تهيئة المنتزه الوطني لتبقى اللي هو أول منتزه في بلادنا، واللي يمكن يلعب كذلك دور أساسي في تنمية السياحة البيئية، وكذلك يعني خلق واحد الدينامية اقتصادية في هذا المجال. كذلك الوكالة يعني غتساهم بعد التدخلات بالتنسيق مع يعني الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بالمسالك يعني تاع هذا المجال هذا، وكذلك بعض العمليات اللي مضرة للدخل كتوزيع خلايا النحل وتوزيع الأشجار المثمرة. وإن شاء الله هذا البرنامج اللي غادي نوقفوا عليه باش ننفذوه يعني في أحسن الظروف، وحتى يكون النتيجة يعني تكون نتيجة إيجابية للجميع إن شاء الله. احنا ساكنين في الكياطن، من ناحية البرد، من ناحية القهرة تقهرنا، الماء، الضوء، إوا كنقولوا كلشي اللي جا من عند الله قريب. نطلب السيدي ربي تبارك وتعالى يدير لنا الطول الخير. عاد كنتوما كتشوفونا لقياطنا راه تيجيو تيتشرقوا بمرة، والبرد راه البارح راه بتنا بلا ما نعسو، جاو لينا لوحاش ديال الغابة. وكاين اليوم تاني كاينين هادوك الكلاب حاشاك راه عضو كاع واحد المرأة داوها السبيطار. إوا كنطلبوا الله والمخزن الله يجازيكم بخير يدير لنا شي طويل الخير. حنا راه طربت علينا الدار والدوار كله، هادشي تهرس شي مات، وحنا خارجين الزنقة مات لينا عرفنا فين غادي نمشيو ولا فين غادي نجيو. دوك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، اللي بقى الله يعفو عليه. وعندنا المصابين، انا عندي الممرض دروك عندي كدا 50 عام اللي عنده، وكنحبسو بالقنب الا بغا ينعس خصني نربطو، ما كيدخلش كاع للدار، داك القيطون ما كيحملوش. وكنطلبوا الناس والمحسنين، قلت لهم يعطوني غير شي دار فاش نحسن هذاك اللي ما عندوش محصر. داك ديك الميكا تيشرقع هكا تيدير لها هكا تيحيدها. انا في القيطون مع خويا المريض وراجلي ولاد اختي وراجلها وولد خويا وولادو حتى هو، تجمعنا في لا كل واحد شد قيطون ولا تجمعنا على كل شيء، على المصروف ولا كل شيء. ايوا الحمد لله هاد الساعه داكشي اللي طلع فرحونا الله وليدي، لا فرحونا حنت دات الشيء راه كلشي من مصلحتنا حنا، الا جابوا لنا حنا غير حاجه بسيطه تنفرحوا بها. ولكن منتظرين شويه، ضرينا شويه بحاله العجاج والقياط كاع مشرقين، وانا عندي 4 نفوس ومعايا بنتي وعندها 2 بنات عايشين غير في القياط. ولا اله الا الله، واللي جات من عند الله مرحبا بها، والله يكثر خير المحسنين وسيدنا الله يطول ليه في العمر. واش الشتا جات؟ الشتا ما همتنيش انايا، ما نكذب عليك، انا كون ما كرهتش تعاود الشتا اخرى، واخا كلشي الفراش فزق واخا سميتو، ولكن ماشي مهم، كلشي الحمد لله الحمد لله، كلشي على جهد الله صافي. الفران راه عجبني الحال وفرحانه، والله يكثر خيركم ويكثر خير المسلمين. تم اليوم في اطار يعني البرنامج ديال الوكاله الوطنيه للمياه والغابات لاعاده تاهيل الغابات بمنطقه متضرره من الزلزال، وكذلك تهيئه الاحواض المائيه، تم توزيع افرنه محسنه على الساكنه ديال اقليمي الحوز وشيشوه.
هاد الأفرينة عندها واحد الخاصية أنها يعني ما كتسهلكش، لأن الحطب تدفئة بزاف، حيث أنه تبت أنها 50% من الحاجيات كنستغناو عليها. وعندها دور آخر بطبيعة الحال، وأنها كتمكن يعني المرأة القروية باش يبقى لها وقت الأشغال أخرى ومهام أخرى مزيدية. هاد الأفرينة كذلك ما كتقدرش يعني ما كتستعملش فقط الطهي ديال الأطعمة، وإنما كذلك تستعمل للتدفئة، بحيث أنه يمكن تعمل وتدخل يعني المنازل وتقوم بدور ديال التدفئة، خاصة في المناطق اللي كتعرف تساقط الثلجية وبرد قارس خلال فصل الشتاء. اختيار المستفيدين بطبيعة الحال كيتم مع السلطات المحلية، وكما قلت يعني ماشي الجميع كيستافد، الناس اللي كتعيش في مناطق يعني باردة، يعني هناك برنامج وطني بطبيعة الحال تخفيف من أثار البرد على الساكنة القروية وخاصة في المناطق الجبلية، وبالتالي فالناس اللي هما كيعيشوا أولا في هذا المجال اللي هضرت عليه، كذلك الناس اللي ربما ما عندهاش إمكانيات باش يمكن لها تشتري يعني وسائل بإمكانياتها الخاصة. بالتالي كنستهدفوا الساكنه المعوزه اللي في حاجه بالفعل لهاد الافرينه.